السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته البنات، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد على قناتكم عنوان الحادقة. تنتمنى أنه يلقاكم إن شاء الله بألف خير. اليوم غادي نشارك معكم واحد طبيلة سهلة مهلة ديال الكوتي، فيها المسمن بطريقة سهلة وبسيطة، تيجي مورق ورائع بزاف، وأيضا كيكة بنكهة الحامض تتجي غزالة البنات، وأيضا قطنية، شوفوا الشكل ديالها كيفاش كيجي، تتجي رائعة وفيها مذاق الحامض مركزة ولذيذة لذيذة بزاف البنات. ما نطولش عليكم، غادي ندوزو مباشرة لطريقة التحضير والمقادير. ما تنساونيش من لايك الفيديو. أول حاجة غادي نبداو بها هي كيكة. غادي نحتاجو 4 ديال البيضات، قشور ديال حامضة محكوكة، 3 ديال الكيسان ديال دقيق الفورس اللي يكونوا مغربلين البنات، هنايا ما غاديش نستعملهم كاملين، ضروري غادي نقص واحد المعلقه او جوج ديال المعالق في الاخير. غادي نحتاجوا جوج ديال الساشيات ديال الفاني، جوج ديال الساشيات ديال الخميره ديال الحلوه، قبيصه ديال الملحه، واحد العصير ديال الحامضه، كاس لاروب ديال الزيت النباتيه، كاس ديال السكر حبيبات، واحد الياغورت بنكهه الفاني. غادي ندوزو مباشره لطريقه التحضير. غادي ناخذ واحد الزلافه فاش غادي نخلطوا الكيكه ديالنا، درت فيها قبيصه صغيره كيف ما شفتوا ديال الملحه، وهذوك 4 ديال البيضات. غادي نضيف عليها داك الكاس ديال السكر حبيبات، وغادي نطربهم بالطراب الكهربائي. هنايا البنات خصكم تضيفوا حتى داك السكر بنكهه الفانيلا، يعني دوك جوج ديال الاكياس، باش حتى داك السكر ديال الفاني حتى هو يذوب. انايا نسيتو ما ضفتو حتى الاخر، ماشي مشكل. هنايا غادي نطرب هذا البيض هذا مزيان حتى يتضاعف الحجم ديالو ويولي لي على هذا الشكل هذا. صافي مباشره غادي نبدا كنضيف هذاك تقريبا، راه ماشي كاس لا ربع عامره البنات، شفتوا الشكل ديالو تقريبا غير نص كاس كبير ديال الزيت النباتيه، او يعني الزيت الروميه كيف كنقولوا. غادي نبدا تنضيفها بالتدريج، وانايا تنخلط بهذاك الطراب الكهربائي. صافي هنا البنات مباشره ما كنديروا الزيت النباتيه، كنحيدوا الطراب الكهربائي وكنخدموا غير بالطراب اليدوي. هنايا غادي نضيف هذاك الياغورت، ومباشره غادي نضيف حتى دوك الساشيات ديال السكر بنكهه الفانيلا اللي نسيتهم، تقدروا تضيفوهم في هذه المرحله او لا يعني في المرحله الاولى، راه بحال البنات ما تيشكلوا حتى شي يعني فرق. هنا البنات الا بغيتو ديروا الفاني اللي تكون سائله ماشي مشكل. ضفت ايضا القشور ديال هذيك الحامضه، وغادي نخلط بالطراب اليدوي، غادي نمزجوهم مزيان، وغادي ندوزو باش نبداو كنضيفو الدقيق. هنايا كيف قلت لكم البنات، الكاس دائما اللي تنعبروا به فهو كاس ديال العنبه، 3 ديال الكيسان ديال العنبه، ما يكونوش عامرين بزاف، يعني فقط هكا نعمروهم غير بالمعلقه ونغربلوهم ونحطوهم حدانا، وكيف ما شفتوا بديت كنضيف غير بالمعلقه حتى نحصل على القوام اللي بغيت. هنايا غادي نضيف هذيك الخميره ديال الحلوه، جوج ديال الاكياس. الكيكه البنات دائما ما تتبغيش كميه كبيره ديال الخميره ديال الحلوه، جوج ديال الاكياس كافيين. غادي نمزجهم مزيان، وغادي نخلي الحامض ما غاديش نضيفوه حتى لمورا الخميره، يعني حتى لهاد المرحله هذه عاد باش نضيفوا داك الحامض، كميه ديال نص كاس ديال الحامض، يعني حامضه كامله، عصير ديال حامضه كامله. غادي نضيفوه مباشره، غادي يبان لكم بان داك الحامض بدا كيتفاعل مع ديك الخميره، وديك الكيكه ديالكم ولات يعني بحال الا خامره، ولا دايره فقاعات لداخل غادي تحسوا بها مباشره مور ما غادي تضيفوا هذاك الحامض. غادي نضيف شويه ديال الدقيقه البنات، وغادي نوريكم الشكل والقوام ديال الكيكه اللي خصكم تحصلوا عليه. كيف ما شفتوا البنات هذوك 3 ديال الكيسان ديال الدقيق، رشط لي منهم تقريبا واحد جوج ديال المعالق كبار. هذا هو القوام البنات اللي خصكم تحصلوا عليه. صافي مباشره بعد ما دخلت فيها هذاك الدقيق مزيان، غادي نخويها في المول اللي غادي يدخل الفران. هنايا البنات عندي هذا المول هذا ما فيهش هذيك الثقيبه الوسط، فدرت لي واحد الكاس ديال العنبه، مباشره غادي ندخلوه لواحد الفران اللي يكون بارد في الاول، يعني هذه هي الطريقه باش كنطيب الكيكه ديالي. الفران يكون بارد حتى كندخل الكيكه عاد كنشعلو وتنخليها تطيب. هنايا مور ما طابت تنقلبوها بواحد العويه تيخرج لنا العود ناشف، صافي تنشعلو عليها الفوق تنخليوها باش تحمر. هذا هو الشكل ديالها، غادي نحطها باش تبرد، وغادي نمرو باش نصايبو واحد السيرو ديال الحامض. خديت نص ديال الحامضه، حكيت ليها القشور ديالها وعصرت ليها العصير ديالها، درتهم في هذا الكاس ديال العنبه، تقريبا تيخرجوا لنا غير ربع كاس. تنضيفوا الماء حتى كنعمروا الكاس تماما، تنديروه في واحد الكاسرونه، غادي نضيفوا عليه جوج ديال المعالق ديال السكر حبيبات، وراس معلقه، دائما المعلقه كبيره، راس معلقه كبيره ديال دقيق الفرس او النشا،
غادي نمزجوهم مزيان، غادي نحطهم فوق من النار وغادي نخليهم يغليو واحد المده ديال 10 ديال الدقائق تقريبا. ومن بعد انا ضفت ليهم واحد الملون غذائي اصفر هكا باش يعطينا واحد اللون زوين. الا ما كانش متوفر عندكم تقدروا تستغناو عليه. هنا يا البنات هذيك الكيكه بعد ما بردات حطيتها في طبق ديال التقديم ودهنتها مزيان بهذاك السيرو اللي وجدناه، ومن بعد زينتها بشويه ديال الحامض وشويه ديال اللوز مهرمش. غادي نمروا دابا باش نوجدوا المسمن. غادي نحتاجوا واحد جوج زليف ديال الدقيق، انا استخدمت الدقيق ديال الدار اللي تيكون هكا قمح مخلط مع الفرينه. تقدروا تستخدموا الفورس مع الفينو، دائما غادي تستخدموا غير جوج زليف. الزلافه ديال الفينو البنات ما تكونش عامره بزاف، بحال غادي ديروا غير زلافه لا ربع ديال الفينو مع زلافه وربع ديال الفورس. هنا البنات كيف ما شفتوا غربلت هذاك الدقيق ديال الدار مزيان في واحد الغربه اللي رقيق حتى حيدت هذيك النخاله كامله اللي فيه، تيولي عندكم واحد الدقيق زوينه البنات وغادي يجيكم في المسمن حسن بزاف من الفورس مع الفينو. انا هذا هو اللي تندير معتمد عندي. ضفت شويه ديال الملحه وراس معلقه صغيره يعني غير شويه ديال الخميره ديال الخبز. غادي نبدا كنجمع العجين ديالي بالماء اللي يكون دافي، نجمعوها مزيان ومن بعد غادي ندلكوها. بالنسبه للبنات اللي ما بغاوش يدلكوا العجين ديالهم فغادي خصهم يخليوها مده طويله باش يلاه تدلك راسها الراسه في واحد البلاستيك غذائي. فكنفضل انني ندلكها واحد المده ديال 10 ديال الدقائق تتولي لي على هذا الشكل هذا، عاد باش نخليها ونحتفظ بها مده ديال ربع ساعه ولا 20 دقيقه مباشره ونبدا نخدم بها هكا ما تاخذش وقت طويل. هنا البنات كيف ما شفتوا هذيك العجينه تتكون يعني مرخوفه ما تتكونش قاصحه بزاف بحال العجينه ديال الخبز. درت ليها شويه ديال الزيت نباتيه، غنديروا لها واحد البلاستيك غذائي نغطيوها ونحتفظوا بها ونخليوها تطلق كيف قلت لكم مده تقريبا ما بين 15 دقيقه حتى 20 دقيقه. هنا البنات مور ما طلقات ليا العجينه ديالي وخليتها حتى ارتاحت مزيان خديتها وبديت كنقسمها. قسمتها على 18 كره صغيره بحال هادو، يعني كرات صغار ديال العجينه. كل مسمنه غادي نديرو فيها جوج ديال الكويرات ديال العجينه، وبالتالي هاد الكميه هادي غتخرج ليا 9 ديال المسمنات. شكلتهم البنات على شكل دائري وحتفت بها وخليتها حتى تطلق مره اخرى. وخديت هنايا شويه ديال الدقيق تقريبا واحد الكاس ديال نفس الدقيق اللي عجنت به، يعني الدقيق ديال الدار تقدروا تخدموه بالفين. وضفت عليه خماره ديال الحلوه وهو باش غادي نورقوا العجين ديالنا مع الزيت النباتيه فقط. بعد ما طلقات لي البنات هذيك العجين مره اخرى خديت سطح العمل دهنته بالزيت نباتيه، خديت اول كره اولا يعني اول قطعه ديال العجينه وبسطتها مزيان، دهنتها بشويه ديال الزيت ودرت لها واحد الرشيشه من هذاك الدقيق اللي خلطته مع الخميره، يعني غير رشيشه خفيفه باش ما يجيكمش المسمن ديالكم ناشف. وغادي نجمعها بهذه الطريقه، هذه طريقه سهله وبسيطه البنات وتيجي مسمن مورق وكيجي رائع. غادي ناخذ كره ثانيه كيف قلت لكم كل مسمنه واحده غادي نحتاجوا لها جوج ديال القطع ديال العجينه. خديت القطعه الثانيه غادي نبسطها، نبسطوها البنات مزيان حتى يولي تيبان لينا سطح العمل باش ما يجيناش داك المسمن يعني غليظ ومعجن. بالطريقه هذه تقدروا تستخدموا الزبده البنات الا بغيتوا انكم يعني تورقوه بالزبده، تقدروا تستخدموا الزبده. انا اكتفيت فقط بالزيت مع شويه ديال الدقيق. درت زويته مع شويه ديال الدقيق كيف شفتوا يعني غير شيشه، وجبت هذيك المسمنه اولا يعني ديك القطعه الاولى ديال العجينه اللي ورقتها وضعتها الوسط وعاود تجمعت عليها هاد العجينه هذه بهذه الطريقه، يعني طريقه سهله وبسيطه صافي. وكنحتفظ بها وتنخليها تطلق مره اخرى وغادي نستمر حتى نسالي الكميه اللي عندي كامله. وهنايا غادي نبداو في الطياب ديالها بعد ما ساليت الكميه اللي عندي كامله البنات، عاده باش نرجعوا من المسمنه الاولى اللي ورقناها ونبداو كنطيبوا. هنايا غادي نبسطها مزيان وغادي ناخذ واحد المقله غادي نديرها شويه ديال الزيت وغادي نبدا تنطيب هذيك المسمنه ديالي. صافي غير غادي نحطوها نقادو لها الشكل ديالها، غادي نتسناها حتى تبان لي بانها نشفات هكا من الوجه ديالها عاد باش غادي نقلبها. يعني هنا سرعت لكم البنات الفيديو يعني باش تشوفوا الطريقه ديال الطياب بالتفاصيل. شوفوا البنات كيفاش كتنفخ المسمنه وكتحل من الداخل. صافي غادي نستمر غادي نبقى تنقلبها مره مره حتى تطيب ليا مزيان. شوفوا البنات الشكل ديالها كيفاش داير يعني عامره بالهواء من الداخل. هاد المسمنه البنات فايت لي خدمته معاكم بنفس الطريقه وبنفس المقادير دائما. وكيف ما شفتوا الدقيق ديال الدار ما تنحتاجوش اننا نديرو فيه السكر نهائيا باش يتحمر لينا.
صافي هنايا البنات بعد ما طابت ليا المسمنه ديالي غادي نبدا كنهرسها واحد شويه، عاد باش غادي نحطها في واحد المنديل وغادي نستمر في الطياب ديال المسمن ديالي. ضروري ما تهرسوها بهذه الطريقه هذه باش هذاك المسمن ديالكم يبقى مقرمش. الا جيتو هزيتوها نيشان ودرتوها في منديل وخليتوها غير هكاك، المسمن كيولي لاوي وما تيوليش زوين نهائيا. وغادي نستمر حتى نطيب الكميه اللي عندي كامله. هنا البنات بعد ما ساليت غادي نقدموا المسمن يعني للطبله ديال الكوتي او لا يعني للضيوف او للفطور. غادي ناخذو غادي ندير شويه ديال المربع لهذا الشكل هذا، بعد لويتو ودرته في واحد الطبسيل ودرت ليه خطوط ديال المربع، ومن بعد زينته بشويه ديال اللوز مهرمش. هذا هو الشكل ديالو، تيجي راقي ورائع بزاف البنات. وايضا الكيكه ديالنا اللي بالنكهه ديال الحامض حتى هي كتجي خطيره، خصوصا مع داك السيرو يعني باش دهناها ودهناها مزيان البنات. ما كنسقيوهاش لانه تيكون خاطر، فقط كندهنوها بالشيتا يعني بحال الا كندهنوا المربى. تيجي فيها المذاق لذيذ بزاف، مذاق مجهد ديال الحامض بلا ما نحتاجو حتى شي نكهه يعني اللي تنشريوها من برا. شوفوا البنات المسمن كيفاش داير وكيفاش مورق، جربوها البنات ما غاديش تندموا عليه نهائيا. شوفوا البنات الشكل ديالو كيفاش داير، وايضا طريقه ديال التقديم فهي راقيه وجميله بزاف. غادي ندوزو باش نشوفوا الكيكه ديالنا، حتى هي كيكه قطنيه بمذاق ديال الحامض. تيجي داك المذاق ديال الحامض فيها رائع ومركز ولذيذ بزاف. غادي نوريكم كيفاش كتجي البنات، تجي قطنيه وهشيشه. شوفوا البنات الشكل ديالها، شوفوا البنات تجي رائعه رائعه بزاف البنات. جربوها ما غاديش تندموا عليها نهائيا، بالعكس غادي تشكروني عليها وغادي تعجبكم بزاف. شوفوا الشكل ديال البنات من الداخل. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم البنات يكون نال اعجابكم. ما تنسوش انكم تخليوا لي اشتراك في القناه الا كنتو مازال ما مشتركينش، ولايك للفيديو وبارطاجيو مع الاصدقاء والاحباب. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله، دائما على قناتكم عنوان الحادقه.